طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. اليوم يا أحبائي سنذهب في جولة حول مهارات الأسبوع الأول. مهارات اللغة العربية. سنبدأ أولاً بمهارة الاستماع. مهارة الاستماع هو الاتصال بين الناس، حيث يتم هذا الاتصال بإحدى الطرق التالية. الطريق الأول هو الاتصال عن طريق الصوت، ويكون الشخص المتصل إما مستمعاً أو متحدثاً. أما الطريق الآخر فهو الاتصال عن طريق الصفحة المطبوعة، ويكون المتصل هنا إما قارئاً وإما كاتباً. وبناء عليه يمكن أن نذكر 4 مهارات أساسية ينبغي تنميتها في تعليم اللغة العربية، وهي مهارتا الاستماع والمحادثة، ومهارتا الاتصال الشفوي والقراءة والكتابة، وهم مهارتا اتصال كتابي. انظر يا عزيزي الطالب إلى هذه الصفحة، حيث يتم عرض فقرة القراءة ومن ثم أسئلة الاستيعاب والمناقشة، حيث يتم الإجابة على هذه الأسئلة ضمن الفقرة القراءة. فتستمع يا عزيزي الطالب إلى المعلمة وهي تقرأ هذه الفقرة، ومن ثم يتشكل لديك إجابات نموذجية للأسئلة المطروحة أمامك. المهارة الثانية وهي مهارة المحادثة. انظر يا عزيزي الطالب إلى هذه الصورة، حيث تؤدي مهارة المحادثة دورا مهما للطلبة للحديث، بل للمجتمع المدرسي جميعه. والتحدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغير والكبير، فالناس يستخدمون يا أحبائي التحدث أكثر من الكتاب، أي أنهم يتحدثون أكثر مما يكتبون. لذا يمكن اعتبار التحدث هو شكل من إشكال الإيصال اللغوي بالنسبة للإنسان، وعلى أثر ذلك يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة واستخدامها. حيث تشاهد يا عزيزي الطالب هذه الصور وتعبر عنها بمفردات جديدة خاصة بك لتشكل جمل وفقرات مميزة. أما المهارة التالية فهي مهارة القراءة، حيث تعد مهارة القراءة من المهارات ذات الأهمية البالغة في تدريس اللغة العربية، إذ أن للقراءة علاقة بالمواد والتخصصات الأخرى يا عزيزي، وكافة الفنون وألوان المعرفة والثقافة. فالقراءة يا طالبي المجتهد، يا طالبي المتفوق، من أهم الأسس الثقافية والحضارية في المجتمعات الحديثة، فهي وسيلة مهمة للاتصال لا يمكن الاستغناء عنها، وهي النافذة التي يطل منها الطالب على مختلف المعارف والثقافات، حيث تحصل على المعرفة والدراسة والثقافة، وتشغل أوقات الفراغ من خلال مهارة القراءة. طالبي المثابر والمجتهد، أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في شرح آخر لمهارة من مهارات اللغة العربية. أحبكم جميعا، إلى اللقاء.